كنت بكلم واحدة صاحبتي في التليفون وصوت بنتها الصغيرة وهي بتلعب جنبها عالي وظاهر في المكالمة، فبدل ما تقول لها توطي صوتها شوية عشان نعرف نتكلم، لقيتها بتوجه لي أنا الكلام وبتقول لي جملة والله قعدت فترة أفكر في جمالها حتى بعد ما خلصنا المكالمة. قالت لي بالحرف الواحد: حظك حلو إنك تسمعي صوت الأمورة بنتي في التليفون. أول محاضرة في أول يوم ليا في الكلية، لما دخل الدكتور وبدأ يعرف عن نفسه قال من ضمن التعريف: متزوج بأفضل ست في العالم في نظري. كنت بعمل مقابلة عمل مع راجل شيك عنده 55 سنة، وهو بيعرف عن نفسه قال: متزوج بقالي 20 سنة من حب حياتي ومخلف منها ولدين. إضافة كلمة حب حياتي للجملة خلتني مكملة المقابلة وأنا مبتسمة زي العبيطة، وأنا معرفش أنا مالي أساسا. تخيلوا كمية الثقة والاتزان اللي هيحصل للبنوتة الصغيرة أما تسمع كلمات مامتها عنها، ولا رد فعل زوجة الدكتور أما تسمع من واحد من الطلبة بتاعته أنه فخور بزواجه بيها وشايفها أفضل ست في العالم، ولا رد فعل زوجة الراجل الشيك أما تعرف أنه لما بيجيب سيرتها في أي مقابلة عمل ليك بيقول عنها حب حياته. والله بينتظروا منكم نظرة حب، تشجيع، كلمة كويسة، مهما كان الموقف بسيط وأيا كان عمرهم. اوعوا تجاملوا على حساب أبنائكم أو زوجاتكم، إياكم تقارنوا بينهم وبين غيرهم، اوعوا تكسروا ثقتهم في نفسهم. عرفوهم إنهم رزقكم في الدنيا، إنهم الغوالي اللي ما عندكوش أهم